في إطار دعم المنتج الوطني وتعزيز إنتاج المزارعين، نظمت جمعية الإغاثة الزراعية في قلقيلية معرض المنتجات الريفية الذي ضم زوايا عدة عرض خلالها مجموعة كبيرة من المنتجات الزراعية والمنزلية التي تشكل بمجملها عصب الاقتصاد الوطني. الإسرائيليين يغرقون أسواقنا بشتى أنواع المنتجات وخاصة الزراعية. نحن نريد تثبيت هذا المزارع على الأرض، وبالتالي نريد للمواطن الفلسطيني أن يأتي إلى مثل هذا المعارض ليرى أن هناك منتجات زراعية فلسطينية، منتجات بيتية، منتجات جمعيات بأعلى مستويات الجودة، وبالتالي يبدأ ينحاز للمنتج الفلسطيني على حساب المنتج الإسرائيلي. أكثر من 20 جمعية ومؤسسة شاركت في هذا المعرض، وسط آمال بتسويق المنتجات المحلية خاصة مع محاربة الاحتلال لها من خلال إغراق الأسواق بالمنتجات الإسرائيلية التي باتت تهدد إنتاج المزارعين وقدرتهم على الاستمرار في المنافسة. والله هي مجموعة من الأشغال اليدوية كلها، يعني بتتناول التراث والأشغال اللي تنتمي للوطن، ومن هاي الأشغال عشانها وطنية، ويعني الزائر اللي بيجي للبازار بيحب ذي الأشياء المحلية، الأشغال اليدوية. وطبعا أكيد راح تعزز دور المرأة، لأنها بتظهر قدرات المرأة، شو المرأة راح تقدم، هاي من قدرات المرأة اللي راح تقدمها. يعني شو كل إنتاج مبين فيه تميز المرأة، لمسة المرأة، ودعم اقتصادي. أكيد إن شاء الله احنا بنتمنى ونأمل إنه يكون في تجاوب على المنتجات اللي بتشتغلها المرأة اليوم، مش يعني مش شرط اليوم، في المستقبل. يعني ناس اجوا شافوا مثلا ممكن في المستقبل انه يكون في على الانتاج المرأة. ويعد هذا المعرض نافذة للعديد من المزارعين الذين تهافتوا على المشاركة فيه لإثبات جودة منتجهم، فيما اكد المنظمون ان هذه الخطوة ستتبعها خطوات اخرى من شأنها المساهمة في دعم وتعزيز صمود المزارعين. فكرة هذا المعرض جاءت لتؤكد على جودة المنتج الوطني وقدرته على المنافسة، بما يحقق ناتجا إجماليا يساهم في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية. من قلقيلية، أنا للجدع، تلفزيون فلسطين.